The young woman who transitioned uh, from a man into a boxer—you saw he won, she won the gold medal. How about the young Italian, beautiful Italian boxer? She got in there and she didn't know what was going on, and she was a very good boxer, you know, against other women. She didn't count on this, and he's up here, boom, one little jab, whoa! She goes, nobody ever hit me that way. Then he goes, boom, and she said, "Okay, I had enough." It's. هذا ترامب الرئيس الأمريكي السابق هو احتمال كبير الرئيس الأمريكي القادم على الأقل مرشح للرئاسة ومع احتمالات أن يفوز بها هذا وهذا القول نتاعو الآن كان ساعات بعد إعلان كان هو عنده مهرجان انتخابي فقال راهو فاز قال راح فاز على ايمان خليف يهدر عليها كانها ذكر قال راه فاز هذاك اللي تحول من رجل الى امراه وفاز بالميداليه الذهبيه ورانا نهنوا فيه يعني في طريقه ساتيري كما يقولوا طريقه الاستهزاء طبعا ترامب معروف بالتنمر ترامب يتنمر على الرؤساء على بايدن على ماهيش يعني عنده نرجسيه خبيثه فهو يتنمر على كل من لا يتوافق معه مع أنها إيمان خليف ما عندهاش خصومة مع ترامب ما عندهاش إشكال مع ترامب لكن الحقيقة باش نروح أعمق في الفكرة ترامب هنا يهاجم يهاجم آخرين يهاجم في الغرب هناك معركة كبرى راهي الآن ما بين أولئك الذين ذهبوا مذاهب متطرفة في قضيه تغيير الجنس هذا اللي يسموه ترانس جندر يتحول الرجل الى امراه والمراه الى رجل في قضيه تعليم الجنس للاطفال من سن اربع سنوات في قضيه تعليم ان ما نعتبره ما نعتبره احنا شذوذ يعتبروه هما ان هذا طريقه اخرى للممارسه الجنسيه الى اخره فالمعركه كبرى في الغرب التيار الليبرالي اللي محسوب على الليبراليه او على اليسار او حتى على بعض اليمين الى اخره واللي كان مهيمن ومسيطر على الاعلام ماشي في هذه الاجنده بينما التيار الاخر الذي ينسب الى المحافظين وينسب الى اليمين واحيانا اليمين المتطرف عنده مواقف معترضه واحيانا شديده الاعتراض واحيانا متطرفه في اعتراضها ايضا. منهم ايلون ماسك مثلا. ايلون ماسك هاجم ايمان خليف ايضا هاجمها لان عنده ايلون ماسك لمن لما يعرفه هو احد اغنى رجال احد اغنى الاشخاص في هذا العالم لديه شركات مثل آه، تويتر اللي يسمى اكس او تسلا او آه، سبيس او يعني عنده شركات كبرى عالميه وهو من اغنى الاغنياء في العالم فهاجم ايضا ايمان خليف حتى وزيره آه، هذه اللي تبون يعتبرها بانها صديقته يعني رئيس الوزراء الإيطالية جورجينا هذه هاجمت إيمان خليفة وقال لك هذا رجل هذا رجل ورجع بينما الأمر واضح وأجريت عليها كل الاختبارات وهي ليست رجل هي أنثى قد تكون لديها بعض الهرمونات الذكورية مثل كثير من النساء عندهم هرمونات ذكورية وقلنا أن كل امراه عندها هرمونات ذكوريه لكن اذا كانت قليله لا تؤثر في اي شيء واذا كانت اكثر قد تؤثر لكن تبقى امراه مثل كل رجل عنده هرمون ولو حاجه قليله جدا هرمون انثوي لكن اذا زاد قد يؤثر قليلا في السلوك او في لكن يبقى رجل اختصارا يعني في المعركه هذه على معركه ترانسجندر جندر التي تطرف فيها المدافعين عنها الى درجه انهم ضغطوا على كثيرين الى اخره، ردوا عليهم الاخرين وردوا احيانا بتطرف شديد، الى درجه ان هنا امرأه فقط كونها قويه وفازت اصبحت تتهم من انها ذكر تحول الى امرأه. كذبا. من من؟ من كان رئيس امريكا السابق وقد يصبح رئيس امريكا القادم. طبعا المشكله مش فيه هو فقط المشكله في الاف المؤثرين او الصحفيين او الكتاب اللي مشاو نفس الاتجاه بمعنى ان معركه تخص الغرب ولا تخص الشعوب الاخرى لان يعني هذا موضوع تغيير من الجنس من رجل لمراه ومراه الى رجل هذا يخص الغرب اساسا في الشعوب الاخرى والحضارات الاخرى والثقافات الاخرى اذا شئنا الأمر هذا محدود أو محدود جدا أو مسكوت عنه أو ما لا يكاد يذكر. لكن القضية هنا مطروحة. يعني فإيلون ماسك عنده مأساة شخصية لأن ابنه تحول إلى كان ذكرا تحول إلى أنثى أو هكذا يقولون. طبعا هذا الذي اللي يتحول من ذكر إلى أنثى لا يصبح أنثى إطلاقا لأن ربي يقول وليس الذكر كالأنثى. لا يمكن أن الأنثى تصبح ذكرا حتى ولو قامت بسبعمائة ألف عملية ولا العكس إنما في الشكل قد يتغير الشكل الوجه أو الجسد يقدروا يغيروا بعض الأشياء فهذه هي مشكلة عند الغرب ولكن جاءت إيمان خليف في الوسط فطبعا تم التنمر عليها تم الضغط عليها تم مهاجمتها بشكل رهيب ورهيب جدا ربما هذا هو اللي دفعها أنها تبذل جهود أكبر باش باش تفوز، لكن صراحة كم كم شعرت بالألم وبالحزن أن العصابة عصابة الإجرام دفعت بخروج آلاف الجزائريين، شجعتهم على الخروج. آه بعد آه حصول هذه اللاعبة أو هذه الملاكمة على الميدالية الذهبية، بينما تمنع أن يخرج ثلاث أشخاص. بل أن شخص كان من خدمهم ثلاثين سنه وانا حين اخر اذكر به ولعل الذكرى تنفع المؤمنين تنفع على الاقل أصحابه والاتباع والمناضلين تاعهم بالك تنفعهم لعل شخص يسمى مقري كما تعرفونه ومقري هذا كان يراس حزب حمص وكان حتى باش يترشح لهذه الرئاسيات لكن منعوه منعوه لان مقري عنده شويه مره مره يخرج على النص المرسوم وهو كان حاب يدير مظاهرة من أجل غزة ما قبلولهمش لهمش من بعد قال لهم يدير مظاهرة هو ومرته قالوا له ما كانش وحدي نخرج وحدي ما كانش ولما خرج وكتب عليها داروا له عدم الخروج داروا استيان أي أنه خدمهم 30 سنة رانا الآن في 2024 خدمهم في الحقيقة 32 سنة من الإنقلاب لأن مقري ومن كان في الاتجاه نفسه كانوا مع رحم الله الدبابة التي حمت الديمقراطية كانوا مع الإنقلاب درك في حديثهم الخاصة في أماكنهم هذا شيء آخر لكن في المعلن كانوا مع الإنقلاب خدم خدموا الإنقلاب 32 عام مع ذلك ما سمحولوش أن يخرج الظهر ولو هو وزوجته فقط كتب هو هذا الكلام كتبوا يعني أنا أدعوه من هنا هو وكل الذين مضوا مع هذه العصابات ما دام الإنسان حي باب التوبة عند الله وباب التوبة الأخرى اللي هي عند الناس عند الشعب باب الاعتذار مفتوح أنا أنصحهم أن يعترفوا بأخطائهم ويقولوا اخطأنا ولن نستمر في هذا الطريق إذا ما نش قادرين أن نقول الحق فلن نكون مع الباطل إذا لم تستطع أن تقول الحق فلا تكون مع الباطل لكن لازم تخرجوا وتعتذروا للشعب وبينكم بين ربي تتوبوا هذا أمر يخصكم لكن نحن نعرفكم أنكم مسلمين وكثير منكم متدينين ولا يشك في تدينهم على الأقل الظاهر فأن يتوبوا إلى الله وأن يعتذروا للشعب الجزائري لأنكم أنتم أطلتم في عمر هذه العصابات بعض قدماء الجيش أطالوا في عمر هذه العصابات لأنهم كانوا يظنوا يدافعوا الوطن أنتم المفروض أن تعليمكم مقري كدكتور آه وكثير كانت عندكم كثير من الدكاترة يعني أنتم ما همش قالوا لا ولا كابرانات ولا حتى سوليتنا ولا اللي كانوا راحوا يقاتلوا مع النظام قال حرب الإرهاب ما الإرهاب كلام الفارغ هذا اللي تعرفوه أنتم لا أنتم كنتم تعرفوا يعني مستواكم العلمي أعلى بكثير من آه إخواننا هؤلاء قدماء الجيش اللي كثير منهم خدع يعني وخدع بحسن نية يعني فانا انصحكم هذه بين قوسين بقى باش نرجع للموضوع تاع ايمان خليف وعلاش بدناها لان قلت كيفاش تخلوا وتدفعوا الشباب يخرج ويحتفل الى اخره وانا لست ضد الاحتفال لكن ليس و 50000 ألف أربعين ألف من أهل غزة وقد قتلوا بطريقة بشعة ليس وتسعين ألف جريحة ليس وعشرات الآلاف من المباني هدمت على أهلها ليس وهذا الخراب الهائل من حق الناس ان تحتفل المه... يعني كاين ناس بشر عاديين منعوا الاعراس قال لك انا لا استطيع ان نديروا عرس لابني ولا لبنتي او ومرات الزوج او الزوجه العروسه او العريس هما اللي قالوا قالوا ما نقدروش نديروا عرس واخواننا يقتلون ببشاعه قل لها نظير مجزره اليوم دليل اخر لكن ان تمنعوا الناس ان يخرجوا يقولوا كلمه على فلسطين اللي انتم تقولوا راكم معاها ظالمه ومظلومه وعلى اهل غزه الذين يذبحون ببشاعه ثم تخرجون وتشجعون الالاف ليخرجوا على جال لعبه لا تقدم ولا تؤخر هذا هذا خبث كبير لكن الناس راهي عارفه مرات الناس يقول لك طيب الناس هم اللي خرجوا لا في المجتمع كاين كل الاصناف لو كان سمحوا للي يخرجوا من اجل غزه يخرجوا انا متاكد ان في الجزائر يخرجوا مئات الالاف الى مش الملايين في كل المدن اما هؤلاء اللي خرجوا من بضعه الاف ومع لو ماتراكاج ميدياتيك مع مع الضغط الاعلامي وقضيه الوطنيه ودخلوا فيها جهات دوليه تهاجم ورؤساء دول ومش عارف اصبحت القضيه وطنيه في او فيها نوع من الشعور الوطني لكنه شعور وطني خادع كاذب لا يكاد ان ينتهي